الحمد لله الواحد القديم الآحد الصمد والعديم وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى صلاته جتنا في الكتاب شرح لنا رب الأرباب الحمد لله منزل الكتاب على عبده بالحق والصواب يبلغ الإسلام إلى الرسول محمد أصلي كل الأصول إله الخالق ذو الجلال وموصوف بأوصاف الكمال الحمد لله على التمام والصلاة بلا انفصام على طه سيد الأنام وآله وصحبه الكرام لا إله